مرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة قدير. صباح الخير على الجميع، تحية للناس والمشاهدين الأوفياء أينما كنتم. الله يسهل على الناس اللي خدام وخارج تخدم هذا الصباح هذا إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، كما شفتوا في العنوان، يعني واش الناس يعني في حالة تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب في شهر رمضان، كيفاش كتوقعوا أن هذا الشهر الكريم أدوزوا، خصوصا يعني للناس اللي عندهم دخل محدود؟ كنت من الله ايضا ازيل هذا الوباء قبل يعني يجي رمضان. فد الايام تقريب رمضان يدخل، اذن في حالة تمديد حالة طوارئ الصحية بالمغرب في شهر رمضان، يعني كيفاش كتوقعوا تدوزوا الشهر ديال رمضان، خصوصا الناس يعني اصحاب الدخل المحدود؟ المشاهدين الكرام، كنتمنى تفاعلوا معنا في البث المباشر، اعطيونا الاراء ديالكم حول هذا الموضوع. أحبكم أمي، صباح الخير. صباح الخير المتابعين الكرام، مرحبا. وفوزي أيضا، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإخوان جميعا والأخوات اللي تعالوا معنا الصباح. يعني كنتمنى تقطيع من الاراء ديالكم مشاهدينا الكرام حول في حاله يعني تمديد حاله الطوارئ الصحيه في شهر رمضان، يعني كيفاش تتوقعوا تدوزوا هذا الشهر الكريم؟ يعني دائما في ظل هذه الجائحه انا ايضا اصحاب الدخل المحدود، يعني كيفاش كتوقعوا انكم تدوزوا شهر رمضان في حالة يعني تمديد سريان حالة الطوارئ في شهر رمضان؟ إذا المشاهدين الكرام، كنتمنوا يعني تفاعلوا معنا وتخليو لنا الآراء ديالكم في الكومنتير باش نقدروا نتواصلوا معكم، يعني ونخلقوا واحد الحوار ونقاش حول يعني في حالة تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
كيفاش كتقعوا تدوزوا يعني هسه الكريم اذا شاء الله يعني تم نديت حالة طوارئ في رمضان. نكون هذا بالخصوص على الناس يعني دود دخل المحدود كاينين الناس ايضا كيسترزقوا يعني فقط في شهر رمضان يعني برمضان رمضان كيما كيدير الروزة او كيبيع مكيمناش يعني الجو بابا كاملين عارفين نسيت مصطفى كيقول روح شوف ان شاء الله الا اخويا يلا التحقوا بينا والناس اللي كيتفاعلوا معنا حاليا تحيه لكم تحيه للجميع. عندنا مشاهدين كرام السؤال هو في حاله كنقولوا فقط في حاله لا سبح الله يعني تم تمديد حاله الطوارئ الصحيه بالمغرب خلال شهر رمضان فكيفاش كتوقعوا انكم تدوزوا الشهر الكريم معنا خصوص عند الناس اللي عندهم داخل المحدود غتجي صعيبة شوية ونتمنى من الله يكون خير ويزيدكم شي بخير وعلى خير ان شاء الله.